السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم متابعينا الأعزاء دائما في قناتكم كالعادة، والذي سيكون مليء بأخبار المحترفين والمنتخب الوطني الجزائري. ابقوا معنا. بداية لا تنسوا دعمنا بالقناة بالضغط على زر الإعجاب والاشتراك كي يصلكم كل ما هو جديد أول بأول، وشكرا للجميع. إذن الطقولي أفرى مهاجم جمعية الشلف يظهر بقميص المنتخب الوطني الجزائري. هل تعلم بأن اللاعب بإمكانه حمل ألوان المنتخب الجزائري؟ اللاعب استدعي فقط مرة واحدة للمنتخب الأولمبي الطقولي ولم يلعب أي دقيقة، وبهذا الفيفا تسمح للاعب بتغيير المنتخب مثل ما حدث مع حسام عوار. هل سنشاهده بألوان المنتخب الجزائري وتغيير جنسيته الرياضية؟ الفاف تعلن ضمان قدم 3 لاعبين سيمثلون الجزائر. أكد المكلف بالإعلام لدى الفاف سعيد فلاك مؤخرا على شبكة قنوات التلفزيون العمومي الجزائري أن الاتحادية الجزائرية لكرة القدم ضمنت خدمات 3 لاعبين سيمثلون المنتخب الجزائري مستقبلا. وتكتم المكلف بالإعلام في هيئة الفاف عن أسماء اللاعبين 3 المرتقب أن يلتحقوا بصفوف منتخب بلدهم الأصل الجزائر. وتابع فلك أن رئيس الاتحاد الجزائري للعبة وليد صادي أقنع 3 لاعبين مغتربين بتغيير جنسيتهم الرياضية من أجل تمثيل كتيبة محاربي الصحراء تطورات سباق الاتحادية الجزائرية للعبة من أجل إقناع الثلاثي أوليز وأكتيوش وشرقي باللعب لصالح المنتخب الجزائري. وأكد مصدر الاتحاد الجزائري للعبة للموقع السابق أن مفاوضات إقناع نجم نادي موناكو الفرنسي مغناس أكليوش بارتداء قميص كتيبة الخضر تسير في الطريق الصحيح، ومن المرتقب أن يفضل لاعب نادي موناكو في مشواره الدولي نهائيا بعد نهاية التزامه مع المنتخب الفرنسي الأولمبي المقبل على خوض منافسات الألعاب الأولمبية باريس 2024. وقالت بعض المصادر مؤخرا أنه أعطى موافقته المبدئية للاتحاد الجزائري لكرة القدم باللعب مع المنتخب الجزائري في انتظار ترسيم قراره النهائي قريبا. أكليوش وشرقي قريبان، وبحسب تسريبات موقع العربي الجديد فإن ريان شرقي متمسك بفكرة الانقلاب على المنتخب الفرنسي والانضمام إلى صفوف كتيبة محاربي الصحراء. ومن المرتقب أن يعلن لاعب نادي أولمبيك ليون قرار تمثيله لمنتخب بلده الأصل الجزائر بعد حسم مستقبله نهائيا مع فريقه وانتهاء التزامه مع كتيبة الدياكا في أولمبياد باريس الصيف الحالي. وعلى صعيد مشواره مع النادي قررت إدارة نادي أولمبيك ليون تسريب نجمها الصاعد خلال الميركاتو الصيفي الحالي إلى أحد الأندية الراغبة في انتدابه، على رأسها نادي باريس سان جيرمان. وكان مغني الراب الشهير في فرنسا أركا قد كشف في تصريحاته لشبكة أرمسي سبور أن الشرقي اختار اللعب لمنتخب الجزائر موجها له دعما ودعوة مباشرة للإسراء في ذلك. وبحسب المصدر السابق فإن الثنائي الدولي الجزائري حسام عوار وأمين جويري استهل مهمة إقناع زميلهما السابق في نادي أولمبيك ليون بالانضمام لهما في صفوف كتيبة أفناك الصحراء. واقتنع ريان شرقي بعرض عوار وجويري فضلا عن عزمه على تحقيق رغبة والدته التي تصر على ارتداء نجلها قميص منتخب بلدها الأصل الجزائر. أوليز يبتعد، وإذا كان الثنائي أكليوش وشرقي قريبان من اللعب في صفوف كتيبة الخضر فإن الأمر يبدو معقدا بالنسبة للاعب ميكائيل أوليز، المعني أيضا بالمشاركة مع كتيبة الدياكا في منافسة الألعاب الأولمبية. ويتوقع كثيرون ارتداء نجم نادي كريستال بالاس الإنجليزي قميص المنتخب الفرنسي الأول استنادا لتصريحات مدرب المنتخب الأولمبي تيري أوري. وقال تيري أوري في أحد تصريحاته الإعلامية مؤخرا إن أوليز لديه من الإمكانيات الفنية ما يسمح له باللعب في تشكيلة مدرب المنتخب الفرنسي الأول ديدي ديشان. الفاف تطمئن بخصوص الوضع الصحي لبنطا
طالب طمأنت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم الفاف الجماهير الجزائرية بخصوص الوضع الصحي للدول الجزائري نبيل بن طالب. وكان لاعب الخضر ونادي ليل الفرنسي قد تعرض لوعكة صحية الثلاثاء الماضي تحول على إثرها إلى المستشفى الجامعي لمدينة ليل. وقالت الفاف عبر موقعها الإلكتروني إن حالة بن طالب تحسنت واللاعب أصبح في وضع أفضل حسب ما أكده نادي ليل في بيان نشره أمس على موقعه الرسمي. كما أوضحت الاتحادية نقلا عن الفريق الفرنسي بأن لاعب الخضر أجرى عدة فحوصات واختبارات طبية جاءت نتائجها مطمئنة وهو الآن تحت المراقبة في المستشفى ومن المحتمل أن يغادره خلال هذا الأسبوع، مشيرة إلى أنها تواصل تطورات حالة بن طالب عن كثب فيما يتطلع الجمهور الرياضي الجزائري لعودته سريعا إلى الميادين. وفي نفس السياق ثلاث بدلاء محتملين لنبيل بن طالب في المنتخب الوطني. لن يكون لاعب الوسط نبيل بن طالب حاضرا مع المنتخب الوطني الجزائري خلال فترة التوقف الدولي المقبلة المقررة في شهر سبتمبر المقبل. ويعاني نجم ليل الفرنسي من أزمة صحية خطيرة حيث يتواجد حاليا في أحد المستشفيات الفرنسية بعد تجدد معاناته مع مشاكل القلب، وتحوم الشكوك حول مستقبل اللاعب في عالم الساحرة المستجيرة، خاصة أنه تحصل في الموسم الماضي على ترخيص استثنائي من قبل لجنة طبية تابعة للاتحاد الفرنسي لكرة القدم من أجل اللعب في المسابقة. ويعتبر الأخير لاعبا مهما في خطط الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش، حيث عول عليه أساسيا في المباريات الأربع التي خاضها منذ توليه مهمة تدريب الخضر. ونرصد ثلاث بدلاء محتملين لنبيل بن طالب في خط وسط منتخب الجزائر. أولا رامز زروقي نجم فاينورد الهولندي قادر على لعب نفس الأدوار التكتيكية التي قام بها بن طالب خلال فترتي التوقف الدولي الأخيرتين بحكم إمكانياته الكبيرة في عملتي افتكاك الكرة وبناء الهجمة. ويملك رامز زروقي في سجله 36 مباراة مع منتخب الجزائر ضمن مختلف المسابقات أسهم خلالها في 6 أهداف ما بين صناعة وتسجيل. ثانيا عبد القهار قادري خريج مدرسة شبان نادي بارادو، لعب في عدة مناسبات مع فريقه كورتريك البلجيكي في مركز الوسط المدافع، وهو المركز الذي تألق فيه مما جعله محل إشادة كبيرة من قبل الجماهير. وفرض اللاعب صاحب 23 عاما نفسه كأحد أبرز نجوم النسخة الأخيرة من الدوري البلجيكي حيث سجل 5 أهداف وأهدى 4 تمريرات حاسمة. وسبق لعبد القهار قدري أن خاض 3 مباريات مع منتخب الجزائر لم يترك خلالها أي بصمة تهديفية. ثالثا آدم زرقان لاعب شارلوروا يعتبر أيضا أحد أبرز نجوم الدوري البلجيكي في مركز الوسط المدافع وتبلغ قيمته السوقية 5 ملايين يورو في بورصة ترانسفير ماركت. وخلال منافسات الموسم الأخير 2023-2024 أسهم آدم زرقان في 7 أهداف ما بين صناعة وتسجيل. ومع الخضر شارك اللاعب السابق لبارادو في 13 مباراة ضمن مختلف المسابقات صنع خلالها هدفين تحديدا خلال مواجهتين أمام النيجر وجيبوتي ضمن تصفيات المونديال. الدولي زفان هذه الأندية أبدت اهتمامها به وجاهز لدراسة كل العروض. تحدث الدولي الجزائري مهدي زفان عن مستقبله الكروي بعد انتهاء عقده مع ناديه كليرمون فوت الفرنسي. وقال زفان في هذا الخصوص لموقع فوت ميريكاتو: أنا في نهاية عقدي مع كليرمون فوت وسأغادر الفريق. كما أضاف: سأكون سعيدا بالبقاء في الليغ 1 الفرنسية على خوض تجربة خارج فرنسا، لكني على استعداد لدراسة كل العروض. وأردف: أنا متابع لما يحدث في بطولات الخليج العربي ولدي اهتمام جاد من أحد الأندية السعودية وسأدرس المقترح. وختم مهدي زفان: سأعمل على اتخاذ الخيار الأمثل في من أجل خوض التحديات الصيفية مع فريقي الجديد، كون ذلك جد مهم من أجل التأقلم قبل انطلاق الموسم الجديد.
رياض محج ضحية مدرب نادي الأهلي السعودي، على ما يبدو أن النجم الدولي الجزائري رياض محرز أصبح قريب جدا من مغادرة نادي الأهلي السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في الحين كشفت بعض التقارير الإعلامية السعودية أن مدرب الأهلي السعودي ماتياس ياسلام مقبل على تغيير الفريق بشكل كامل خلال الأيام القليلة القادمة، كما أكد ذات المصدر أن اللاعب الجزائري البالغ من العمر 34 عاما سيكون ضحية للمدرب ياسلا، وذلك بعد تحذير من النجم البرازيلي روبرتو فيرمينو الذي سيغادر رسميا نادي أهلي جدة السعودي، بالرغم من أن رياض محرز كان أفضل لاعب من جانب زملائه خلال هذا الموسم المنقضي، إلا أن مدرب الأهلي عزم على ترك خدمات النجم السابق لمانشستر سيتي الإنجليزي. جدير بالذكر أن قائد المنتخب الوطني الجزائري رياض محرز نشر صورة له عبر الانستغرام وأرفق عليها انتظروني فقط، سوف أفاجئكم عشاق ومحبي النجم الخضر، تساءلوا ما بينهم يا ترى ما الذي سيخبره بنا محرز. عرض جديد من أولمبيك مارسيليا لضم بلومي. كشفت تقارير إعلامية أن إدارة نادي أولمبيك مارسيليا الفرنسي تسعى للتعاقد مع اللاعب الدولي الجزائري بشير بلومي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وبحسب ذات التقارير فإن نادي أولمبيك مارسيليا رفع قيمة العرض الذي قدمه من أجل التعاقد مع بشير بلومي إلى 7 ملايين يورو، وأضاف ذات المصدر أن نادي أولمبيك مارسيليا يرصد قيمة 6 ملايين يورو بالإضافة إلى 1 مليون يورو كمكافآت للاعب بعد الإمضاء، وأكدت ذات المصادر أن نادي إشبيليا الإسباني وفنربتشا التركي يصران على البقاء في سباق التعاقد مع اللاعب بشير بلومي خلال الميركاتو الصيفي الحالي. وفي الأخير وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو لهذا اليوم، شكرا مشاهدينا الأعزاء على حسن الإصغاء والمتابعة، نلتقي في فيديوهات أخرى، لا تنسوا مشاركتنا أرائكم في التعليقات، والسلام عليكم.